أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 3 عناصر من تنظيم اليبيكي في الشمال السوري. إضراب عام في مناطق عدة بمحافظة سويداء وقطع للطرقات الرئيسية لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية. الائتلاف الوطني السوري يدعو الإعلام العربي والدولي للتركيز على انتفاضة سويداء ودرعا ضد سلطة الأسد ويؤكد دعمه الكامل لها. مقتل وإصابة عدد من قوات الأسد بقصف مدفعي للفصائل المقاتلة استهدف رتلا عسكريا على أوتستراد حلب دمشق قرب مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي. احتجاجات وحرق للإطارات أمام المجلس المحلي في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي بسبب رفع أسعار الكهرباء في المنطقة. نحو 115,000 لاجئ سوري في مخيمات شمال العراق يناشدون المنظمات الإغاثية لتقديم المساعدات وتحسين ظروفهم المعيشية عقب انقطاع الدعم عنهم منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.